زمن الثالث من الماضي past perfect الماضي التام. ايضا هذا الزمن يرتبط مع past simple مع الماضي البسيط. لاحظوا انه الازمنه صارت تصير اسهل نوعا ما من ازمنه المضارع، كونه اقل عدد مؤشرات والانتقال الى مرحله كلمات الربط. past perfect كلمات الربط الخاصة بهذا الزمن الرئيسية هي after و before. after بعد، before قبل. طيب شوف على التايم لاين past perfect الماضي التام هاي now، أي شيء قبل الآن past، ما لهش علاقة بالفيوتشر. حكينا الماضي مليء بالأحداث، قد تكون أحداث رئيسية أو أحداث فرعية. حدث رئيسي، حدث فرعي، حدث فرعي. إذا أردت التركيز على تسلسل الأحداث في الماضي، إنه في حدث صار قبل الآخر أو حدث بعد الآخر، بحكي عن الباست بيرفكت في هاي الحالة. استيقظت صباحا، ذهبت إلى التسوق الساعة 10، أوكي. تسوقت، جلست على الكافيه، قابلت أصدقائي، بعدين خلصوا الفلوس وروحت على الساعة 11، والآن الساعة 12. يعني الحدثين اللي حصلوا عندي اثنين في الماضي، بس في واحد قبل الآخر. الآن الحدث الأول اللي قبل الآخر بيكون هو الماضي التام، بستخدم له هاد زائد فيرب 3. شوفوا أني سبجكت، أي مبتدأ، هاد بلس فيرب 3، والحدث اللي بعده بستخدم له الفيرب 2 الباست سيمبل، كونه الباست بيرفكت يرتبط بالباست سيمبل. من مسميات الماضي التام مرات بيسموه ماضي الماضي، أمضى إشي بالماضي يعني، أو الماضي البعيد، لأنه الفيرب 2 بيكون الماضي القريب. إذا شكل الفعل هاد بلس فيرب 3، هاد مع التصريف الثالث، في النفي هادنت مع الفيرب 3، هادنت مع التصريف الثالث، في حالة question had بيجي السبجكت في الوسط ثم الفيرب 3. الآن من أهم دلائل هذا الزمن كلمات الربط اللي حكينا عنهم اللي هو before و after. after و before وهي كلمات ربط طبعا أقوى من المؤشرات والدلائل. إذا شفت yesterday ما برد عليها، بشتغل بناء على after أو before. مثلا شوفوا المثال رقم 4، he already several journeys before he found Lake Victoria in 1858. سنجد في انه عندنا دلالة already بتدل على present perfect مضارع تام، in 1858 تدل على past simple. بس في البيج بوس، في before كلمة ربط، معناته بلغي تأثير already وبلغي تأثير in مع الباست وبطبق على قاعدة before. ايضا راح نرجع على الصفحة اللي بالخلف، راح اكتب قاعدة after before بعدين نطبق. after عندما تكون في البداية، بيجي بعدها الباست بيرفكت مباشرة، هاد زائد فيرب 3 بالمقابل بيكون الفيرب 2. كمان مرة، كونها كلمات ربط معناته تربط جملتين مع بعض، في كل جملة بيكون فيه فعل. after في الوسط ايضا يتبعها هاد زائد فيرب 3، صفة وين ما تروح after بعدها الباست بيرفكت، صار ما قبلها الفيرب 2. هاي قاعدة after. 2 before وهي عكس after، يتبعها verb 2 بس بالمقابل had plus verb 3، وbefore في الوسط ايضا يتبعها verb 2، صار ما قبلها had plus verb 3. هاي قاعدة after and before، after و before. طيب برضو بدنا ننتقل إلى الصفحة التالية
اللي فيها ربط after مع جملتين مع بعض باستخدام after في البداية، جملتين مع بعض باستخدام after في الوسط، before في البداية، before في الوسط. نشوف الجملة. أذكركم شغلة، الدرس السابق الباست كونتينوس انتوا في الوزارة مش مطالبين بربط الجمل مع بعض مع why وwhen، بس أنا ربطتهم عشان بس نوصل للقاعدة أو نشوف أمثلة على استخداماتهم في البداية وفي الوسط. بينما هاي القاعدة مطلوب في الوزارة، مطلوب إني أعمل ريرايت. هاي مثال بسيط. She had written the letter. هي كتبت رسالة. Then بعد ذلك لازم then في الجملة تكون موجودة، جملتين الأصليات. She posted it، أرسلتها بالبريد. لاحظوا يا جماعة الحدث الأول أنها كتبت الرسالة، الحدث اللي بعده أرسلتها بالبريد. بصير نغير الترتيب، يعني نحكي أرسلت الرسالة ثم كتبتها؟ مستحيل طبعا، الترتيب المنطقي هو هكذا. then بالوسط طبعا، then already حتروح بحال دخلت الجملة after أو before، لأن then تفيد الترتيب، ثم أو بعد ذلك، وafter معناها بعد. طيب بعد أن كتبت الرسالة أرسلتها بالبريد، نحكي after she had written the letter she posted it. طبعا it refers to the letter. it تعود على the letter. طب بدنا after في الوسط. after في الوسط بدي اضطر اجيب هاي هون واجيب هاي هون. فبنحكي she posted ايش؟ she posted it ولا the letter؟ شاطرين the letter، لانه في اللغه الانجليزيه نبدا بالاسم نكرره بضميره في الجهه المقابله. انا شلت هون it اللي تعود على letter، دائما في البدايه لازم نذكر the letter وفي النهايه لازم احكي it اللي هي تعود على the letter. she posted the letter after she had written it. طيب before وهي عكسها وجاي في البداية، before بدي أجيب هاي. قبل أن ترسل الرسالة كتبتها. before she posted the letter she had written it. before بالوسط، على فكرة سهلة، before في الوسط محل then بالوسط، معناته بدي احافظ على نفس الترتيب. she had written the letter before she posted it. هاي نفس الجمل اللي انا كتبتها هون هاي. يعني اذا خط الرقعة مش واضح اللي على اللوح هاد بامكانكو تاخذوا من هون. هاي الإجابة، هاي نفس الإجابة هون. معلش هيك عودة صغيرة، في علاقة هون مرتبة. احنا حكينا الماضي التام اسمه ماضي الماضي او الماضي البعيد من مسمياته. طيب خذوا لكم هالنهفة الصغيرة. يستخدم الماضي التام after and before after and before يعني بعد كلمة after وقبل كلمة before. حلوة after before قوية، تحكوليش after before مش مشكلة. على كل حال إذا ما وصلت هذا الترتيب اللي هون بالرموز بيعطيني القاعدة اللي احنا راح نحل عليها الآن أسئلة، وبعدين بنروح لجمل الربط اللي هو سؤال إجا بالوزارة سابقا ونحكي عنه. I the shopping before I came home. لاحظوا before وجا بعدها verb 2، معناته هون بدي had زاد verb 3 had done. I had done the shopping before I came home. Before I went to the dentist I had a terrible toothache. had 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 had
had had. Before I went to the dentist, I had had a terrible toothache. هذه الأولى الـ helping verb فعل مساعد، هذه الثانية اللي هي الـ verb 3 من الفعل have. After he wrote about his travels. إذن after he had traveled. He wrote about his travels. He already several journeys before he found Lake Victoria in 1858. واتفقنا من انه كلمة الربط اقوى من المؤشرات. كلمة الربط اقوى من الدلائل والمؤشرات. اعتمدت before، ما قبلها past perfect. Had made. He found Lake Victoria in في التاريخ. طيب الآن نحكي عن شيء مهم جدا، نرجع او نعطيه، معلش تحملوني، رايح جاي بين الصفحات. لا مش هون. الان بالاضافه لكلمات الربط افتر وبيفور اللي بتدل على الباست بيرفكت، في عنا مهم جدا جدا اللي بدي احكي عنه الان، اللي هي عباره باي زائد باست. راح اوضح شو المقصود باي زائد باست. اولا كلمه باي بمعنى بحلول، بحلول وقت في الماضي. طيب مثال نحكي باي ذا يير 2000. اثنين باي ذا اند اوف لاست ويك. ثلاث by the time I arrived. بدنا ننتبه كويس لما نشوف هذه الدلائل، هاي دلائل مش كلمات ربط. لاحظوا المقصود by زائد past. هنا by مع سنة في الماضي، by مع دلالة ماضي. واحذروا احذروا احذروا كثير من الطلاب من السرعة، الطالب العجول هذا المعجوق على فكرة، اللي على السريع بده يخلص ومعاه الامتحان مدته ساعة ونص بس بده يخلص بسرعة، بيطلع بيشوف last week بيستخدم past simple بحطوا له صفر، ما في باي. ديروا بالكم هذه بنسميها مؤشرات مركبة. مركبة يعني تتكون من أكثر من كلمة، ومرات بيكون الكلمات بعاد عن بعضه، هذا اللي بيغلط بعض الطلاب. اوكي لاست ويك بدي انتبه ما قبلها، اذا في باي تتحول من باست سمبل الى باست بيرفكت. طلع هون باي مع فعل ماضي، اذا عندي هون باي مع سنه ماضي، باي مع دلاله ماضي، باي مع فعل ماض. باي مع فعل ماضي، مجرد ما أشوف هذه الدلائل المركبة يجب أن أستخدم had plus verb 3، had مع التصريف الثالث للفعل. آخر ملاحظة، عبارة before that مش before لحالها، before that قبل ذلك، اعتبروا إنه ذلك هو الماضي البسيط. قبل الماضي البسيط شو في عنا؟ ماضي تام had زائد verb 3. ممكن نشوفها هاي على التايم لاين نوضحها أكثر. طلع before that قبل ذلك الوقت في الماضي، شو في قبل الماضي؟ ماضي تام had زائد verb 3. قبل الماضي ماضي تام، before that قبل ذلك، ذلك الوقت في الماضي ماضي تام. كمل by the time he arrived، هاي عندي by فعل ماضي، قول had driven. before that هاي عبارة before that he had visited many countries in Latin America. before she went to the library Huda had helped her mother to prepare lunch. اعتقد هاي جملة كتاب. ويا جماعة
الكتاب فاضي يعني ما في هذيك الأمثلة يعني أو الأمثلة اللي فيه مش كافية. وأنا وين ما بشوف جملة كتاب بحكي عنها، وين ما بشوف جملة وزارة بحكي عنها، بس البقية بدها تكون جمل من عندي كونه ما بيكفي يعني جملتين وثلاثة يكون على الزمن الواحد. 8 by the year 2010، لاحظوا by 2010 by 2010 by زائد سنة في الماضي. محمود had finished his higher studies، قد أنهى دراساته العليا. By the time we arrived، كمان مرة عندي by والفعل الماضي، he had left the house. وby the time I was 18 by زائد فعل ماضي، my father had taught me how to drive a car. يا جماعة شوفوا الإجابات النهائية اللي بحط عليها دائرة، إذا وجدتوا اختلاف شوي هون بتعرفوا ما هو، هاي الطبعة مجددة لذلك قد ترد بعض الأخطاء فسامحونا، يعني بتصلحوا أنتوا هون إذا في أخطاء بناء على الإجابات اللي جاوبناها هون. Function and usage، ما هي الوظيفة اللغوية لاستخدام past perfect؟ واضحة جدا، هو action had already finished before another action in the past، هو فعل قد انتهى واكتمل قبل فعل آخر في الماضي، يعني قبل وبعد. ودلائل المؤشرات عند كلمة الربط after و before بشرط ارتباطهم بالباست، عبارة before that by زائد time past time، هاي المثال by the year 2000 by the end of last week إلى آخره. ننتقل إلى ربط الجمل مع بعض باستخدام، شوفوا يا جماعة هاي الجملة وزارة، أوكي 2019، وكان المطلوب ريرايت يعني أعيد كتابة الجملة أربطها مع بعض. أعطى جملتين، تالا took 3 English courses in the British Council and then. عبارة and then بتدلني على before وafter على طول لأنه في تسلسل الأحداث، هي عملت هيك ومن ثم فعلت هيك، يصف هذا الحدث الأول وهون الحدث الثاني. الحدث الأول شو لازم يكون؟ هاد زائد verb 3، والحدث الثاني verb 2. أوكي هو معطيني أربع جمل ريرايت هون تحت عنوان السؤال التالي، the sentence that has a similar meaning to the one above is، الجملة التي تحمل نفس معنى الجملة في الأعلى هي Before Tala had gone to Britain to study medicine, she took 3 English courses in the British Council. طب اوكي Tala took، ولازم تصير had و verb 3، يعني لازم تصير had taken. شوفوا مع then مش ملزمين بعملها past perfect، بس لما تدخل before طلعوا إعادة كلها استخدام before، واحدة منهم صح. استنوا شوي عشان ما نغشش، المفروض هاي يعني تصير عندي بيفور، اوكي بس حسب القاعدة بيفور يجب ان يتبعها الجزء الثاني، يعني المفروض هاي هون وهاي هون، يعني بدي جملة تبدأ بيفور تالا went to Britain. طب بيفور تالا had gone، هون عملها past perfect خطأ، before تالا had gone برضو past perfect خطأ. طب دي before تالا goes simple present خطأ. طب before تالا went لحد الآن صح، to Britain to study medicine صح، تحذف and then she had taken 3 English courses in the British Council. إذن الإجابة الصحيحة C. شوفوا يا جماعة بإمكانكم جمل الريرايت زي هيك، معانا دفتر بيكون إجابة في الوزارة بيعطونا دفتر بالإجابة بالإضافة لورقة الماسح الضوئي، على الدفتر بإمكاني أعمل ريرايت للجملة باستخدام بفور، وشو بيطلع معي جواب؟ أبحث عن الإجابة هون تطلع صح، وهاي استراتيجية ممكن أطبقها لكل أنواع الريرايت بيمشي الحال. نعم الإجابة سي. نهاية أزمنة الماضي، بننتقل إلى تمرين مشترك للباست سيمبل باست كونتينيوس باست بيرفكت. نصيحة
تراجعوا الأزمنة الثلاث جيدا، بتحلوا التمرين، بعدين بتشغلوا الفيديو وبتتأكدوا من الحل. أوكي؟ عيد. ماشي. براجع الباس سيمبل، باس كونتينيوس والباس بيرفكت، بدرسهم جيدا وبمتحن حالي في الجمل ال 25 هذول اللي فيهم هذا التمرين المشترك بين الثلاث أزمنة الماضية. وقف الفيديو وبعدين بس أخلص حل بتأكد من حلي من الأستاذ، بعود بشغل الفيديو مرة تانية. Choose the correct answer from A, B or C. We the food in that restaurant last night. The food wasn't fresh. Last night. Past simple. We didn't like. While we to the news, your name came up. قاعدة while. While we were listening to the news, your name came up. After they, قاعدة after كلمة الربط, after they had traveled to China, they went on a trip to Turkey. I was traveling to Malaysia when I met the Jordanian students. Okay, when? ما قبلها past continuous، ما بعدها past simple. Five. Last night I of the luxury tour on the five stars boat. Last night past simple. ماضي من dream، dreamt. أو dreamed على فكرة، لأنه الفعل dream يصلح أن يكون regular and irregular at the same time. سونا مختار dreamt. ستة. There many incidents in the news yesterday. أولا yesterday، وما بال هذه النجمة؟ شو بده في النجمة اللي هون يا جماعة؟ يعني بدي أنتبه، لأنه بتتذكروا في درس الأساسيات حكينا كلمة there هنالك لا تدل على زمن، عفوا لا تدل على يعني لا زمن ولا تدل على مفرد أو جمع، على الزمن yesterday past ماضي. في الماضي عندنا هون من الخيارات في was وفي where. في was where، was للمفرد where للجمع. شو اللي بيحدد؟ طلع هون many incidents جمع، إذا there where. 7. I already the letter before I posted it. والله already وbefore. كلمة الربط أقوى من الدلالة أو المؤشر. ما إلي في already. Before ما بعدها. Verb 2 ما قبلها. Had plus verb 3. إذن I had written. I had already written the letter before I posted it. By the time I was 18. I the compulsory stage of education. في عندنا نجمة؟ عشان by و past كونهم بعاد عن بعض. by مع فعل ماضي، اذا had finished. We building our house by the end of last year. ما بالو النجمة؟ وين ما في نجمة ديروا بالكو، فتحوا كويس، طلعوا على الجملة. في ناس بيشوف last year إذا كان مستعجل روح بيستخدم إنه الجواب completed. غلط من الآن، completed غلط، لأنه في by. by the end of last year. by مع مؤشر ودلالة ماضي، إذن ماضي تام had completed. 10. My brother was watching a movie while I last night. وعندها نجمة. أوكي، عشان قاعدة while هون جاي ربط الباست كونتينوس مع الباست كونتينوس. حلنا حكينا حالة استثنائية، بس بهمني بعد while دائما past continuous while I was studying. Scientists the PC before the development of the laptop. قوية استخدام before هون، بعديها مش جاي verb، جاي شبه جملة اسمية. طلعوا جماعة the development of the laptop يعني تطور اللابتوب. ما في مشكلة، before يعني انه اللابتوب it developed تطور. فهون بدي had زائد verb 3 had developed. Scientists had developed the PC before the development of the laptop. This time last week. وحكينا هذا الدلالة أو المؤشر يعني من عندي بصراحة، يعني هيك وتستخدم في اللغة بس مش موجودة عندنا في الكتاب. This time last week في مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي كان شيئا ما يحدث.
We were having lunch at the Orchids. اسم مطعم The Orchids. I went to Petra and the Treasury. هون ما في دلالة بس هون في عندي السياق. I went verb 2 ذهبت to and verb 2 بما اني ما قبل and verb 2 ما بعدها and verb 2 and so I went to Petra and so the treasury. 14 you فراغ the horror film last night. Did you watch the horror film last night? الصفحة الأخيرة من هذا هاي المجموعة من الأزمنة أزمنة الماضي. Where you last week? Your phone was out of reach. Where were you? أين كنت؟ أين كنت؟ Where were you? عشان you I hurt my knee while I was running after the cat. مش تشوفوا after يا جماعة هاي مش after تبعتنا. run after معناه يلاحق run after معناه يلاحق. لاحظوا after إجا بعديها ذكاة ما إجا زمن إذن هي مش after تبعتنا. okay the lights through the curtains us awake last night kept past simple the film a few minutes ago started He for Aqaba last night. Past simple. Left. The two armies in a great battle on 4th July 1187. On مع ماضي. Past simple. Met. We last Sunday because it was snowing. Last Sunday. We didn't go out. ليه شو دون We didn't go out محمد his email before he started work before وبعدها past simple ما قبلها past perfect had checked I bought him a bicycle after he had got بريطاني gotten أمريكي I an email when my laptop suddenly stopped I was sending an email when my laptop suddenly stopped I arrived while he was watering the garden that morning بينما كان يسقي الحديقة ذلك الصباح الله يعطيكم ألف عافية يتبقى عنا زمن فيوتشر سيمبل للحصة القادمة إن شاء الله بشكليه ويعطيكم العافية